دي منظومة جديدة بنتكلم عن بديل للسفر خارج مصر. كل الأجهزة موجودة، جهاز اللوكومات طبعا الجهاز مهم جدا اللي هو بيعيد الشخص تاني للمشي في حالة ما بعد إصابات الجلطات والسكتات الدماغية، كمان جهاز الإريجو اللي هو بيساعد المريض على أنه يقف، جهاز السميل اللي بيساعد المريض على أنه يتحرك ومحاكاة لليوم العادي، استشفاء كامل عن طريق وحدة العلاج المائي والأكوا، وحدة إصابات الملاعب عن طريق جهاز الألتراجي والتمرين ضد الجاذبية وعدم التحميل على المفاصل، جهاز الإنديبا والهاي باور ليزر والشوك ويف اللي هي السيطرة على الألم مباشرة، ألم المفاصل والعظام والعمود الفقري، منظومة متكاملة من العلاج الطبيعي والتأهيل. طبعا العلاج الطبيعي ده شيء أساسي في الرياضة المصرية. كان عندنا مشكلة زمان التأهيل بعد الإصابات، كنا دايما متعودين على سفر لألمانيا وبلتانيا، وكانش في ثقة في العلاج المصري، وكان التشخيص من أهم شيء لموضوع العلاج الطبيعي. وكان في فترات كتيره جدا كان كل لعيبه مصر على مستوى الالعاب بيروحوا على المانيا، وبعد كده بقت الفتره الاخيره سباير في قطر. عندنا كليه علاج طبيعي، وفي مستشفى العلاج الطبيعي اللي موجوده في اول مستشفى علاج طبيعي كانت في استاد القاهره، كان ليها دور كبير جدا في علاج لعيبه، والكليه النهارده افرزت ناس كتير جدا من خلال الخبره والعلم والدراسه، نقدر ان احنا نكون لعيبتنا موجودين هنا من خلال العلاج المناسب ليهم. المركز يخدم المجال الرياضي تقريبا 60% من هذا يخدم المجال الرياضي، فبنشكر طبعا نحن لا نستغنى عن دعم وزارة الشباب والرياضة في دعمها الكامل للمركز. واحدة من أهم المنشآت اللي بنستضيفها خلال الفترة الحالية وبتكتمل بيها ومعاها منظومة كبيرة جدا بتشتغل عليها الوزارة بقالها دلوقتي أكتر من سنتين، هي منظومة الطب الرياضي اللي بتشمل كل مستشفيات الطب الرياضي والمراكز الطبية المتخصصة في كل محافظات مصر. بنتكلم عن المركز اللي بنفتتحه النهاردة إن شاء الله تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، هو أحد أهم المراكز المتخصصة في بعض الأقسام الهامة جدا اللي قد تكون مش متوفرة في مصر خلال الفترة الماضية، وبالتالي أنت بتوفر على الأندية والاتحادات واللاعبين المحترفين قصة بقى التكاليف المجهزة ان هو للعلاج او لتلقي التأهيل الطبي خارج مصر. في عشرات الاقسام اللي موجودة في المركز الطبي زوام للتأهيل الطبي والرياضي، ان شاء الله بإذن الله يستفيد منها كل الرياضيين، وهو بالمناسبة هو مش مفتوح للرياضيين بس رغم ان هو مخصص لده، لكن مفتوح لكل المواطنين، فبيمثل ان شاء الله اضافة كبيرة للمنظومة الرياضية المصرية. طبعا بذلنا كل مجهودنا ورحنا كذا حتة في اوروبا عشان نعمل ده، يعني نشجع النوادي، كل الاصابات، اللعيبة، كل الحاجات ان تبقى عندنا. طبعا يعني يبقى مساعدة من وزارة الشباب والرياضة ان احنا نتكاتف مع بعض وان احنا نعمل ده بدل الناس ما تسافر بره، فاحنا جبنا ده هنا ان شاء الله في مصر. الطب الرياضي من زمان قوي كان مجرد فرع من فروع صغيرة جدا اللي هي مجرد واحد بيقع في الملعب يقومه والكلام ده كله. النهاردة الدنيا بقت علم وعلم قوي جدا، بقى مثلا حوالي 16 فرع بتتعامل مع بني آدم سليم، وبالتالي بترفع لياقته البدنية، بترفع لياقته النفسية، لياقته الصحية، بتعمل له قياسات، بتعمل له تغذية سليمة، بتقيس له كل حاجة بالنسبة له ماشي. والنهاردة كنا بنقول دايما اني هل البطل يولد بطلا ام بيصنع هذا البطل. النهاردة مع وجود العلم الحديث قد توجد الموهبة، ولكن عشان تصقل هذه الموهبة لابد من وجود العلم، واللي بيقوم بهذا الدور بصراحة هو الطب الرياضي.